ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. رسمة جديدة النهاردة هنتعلم نكتب مع بعض كلمة love، وهيكون شكلها كأنها 3D. يلا هاتوا الورقة والألوان وتعالوا طبقوا معايا خطوات الفيديو عشان تطلع معاكم نفس النتيجة. أول حاجة هبدأ أكتب الحروف بتاعة الكلمة بالشكل ده، حرف الـ O، بعدين حرف الـ V. حابة أفكركم لو أول مرة تشوفوا القناة أتمنى تشتركوا فيها، وما تنسوش اللايك الحلو تحت على الفيديو، بيشجعني ويخليني أنزل لكم دايما رسومات وفيديوهات جديدة. بعد ما كتبت الكلمة هبدأ بعد كده أزود شوية تفاصيل فيها عشان تديني تأثير 3D أو كأنها مجسمة. اعملوا معايا نفس الخطوات اللي بعملها كده بالظبط، هتطلع معاكم نفس النتيجة. وادي الـ V، وادي آخر حاجة الـ E بالشكل ده. كل الزيادات اللي انا حطيتها دي دلوقتي هبدأ بعد كده اظللها باللون الاسود. شايفين انا بعلم لكم على الحاجات اللي انا هظللها كده. واخر حاجة حرف الـ E. وكده يبقى انا خلصت رسمة النهاردة. ايه رأيكم فيها؟ لو عجبتكم حطولي لايك. باي باي.